صباح الخير. صباح النور. تفضل. اهلا وسهلا طوني، ما شاء الله عليك فايت. صباح النور. زحنا لك الديكور كمان تقدر. خي كيف انا ممكن اوصل لهي المرحله من كيف ممكن كيف توصل لهي المرحله؟ بدك تعمل رياضه. عم جرب مش عم تزبط. الرياضه هي 70% منها موتيفيشن، يعني يو نيد ا بارتنر، لانه 50% اذا بدك تروح لحالك يمكن تروح يمكن تغير رايك، فبس يكون معك حدا عم بيصر عليك انك تتمرن فاكيد رح تروح تتمرن. يعني انت الحين قاعد تاكد ان الواحد ما يقدر يصير الجيم الا ما يكون عنده بيرسونال ترينر. ما ضروري بيرسونال ترينر، رفيقك فيك تكون رفيقتك رفيقك، بس انه من الافضل يكون معك بيرسونال ترينر. اول مرحله اتليست تكون عم تعمل التمارين الرياضيه بطريقه صحيحه، بعدين فيك تكفي تمارينك لحالك. طيب في وقت مثلا معين لازم الواحد يروح يعمل فيه رياضه؟ مثلا بيكون في جسم الانسان بفتره زمنيه معينه بتكون مثلا طاقه مرتفعه او قادر انك تكون نشيط اكثر من فترات تانية؟ هو الافضل انه واحد يتمرن الصبح، يعني اول ما يفيق. لا يتمرنوا بالليل اول شيء يا طوني. لا يتمرن الصبح. مزبوط، انا سمعها هيدي انك تروق الصبح بالليل غلط لانه الدوره الدمويه مش قصه غلط، في عندك احتمال انه تكون تعبان من بعد نهار طويل بالشغل، فما رح تروح على البيت ترتاح تفضل على انه تروح على تتمرن تتعب بعد. فبس تتمرن بالصبح بتكفي نهارك اول شيء بنشاط، بتركز اكثر بشغلك وبيكون عندك ستريس ريليف اقل، يعني بتروح مبسوط وبالبوزيتيفيتي تبعك بتكون اعلى. حتى النوم يكون سهل حقك بعد، يكون خلاص جسمك نهايه اليوم تعبان بس بتريح عضلاتك وترقد. طيب ليش نحن عندنا ثقافه والله ما بنروح للشغله الا لما نحتاجها او نعوزها؟ يعني توصل على المكسيم، على المكسيم 150 بروح على تفكر يعمل جيم. هي هيدي النقطه انا صارت معي شخصيا، و 90% من العالم هلا اللي نحن عم نشوفهم ما عم بيصير عندهم هالنقطة التحول إلا من بعد ما يكون الحكيم خوفهم أو فاتوا على المستشفى لا سمح الله، فبيوعوا على الوضع كله سوا أنه لا لازم نبلش نحن نعمل رياضة. يعني برأيك نكون لايف ستايل، يعني يكون رياضة حقنا، مش شرط أن أنا عندي أني أنا أضعف مثلا أو أني أبازي أبحط عضلات. أكيد. هلأ أنت بالنهاية أنا بقول للكلاينتس تبعي بيقولوا لي هلأ نحن تمرنت 3 أشهر و6 أشهر، طيب وبعدين؟ أنه بس نوقف حنرجع ننصح. بقول له خيب وقف، إذا أنت معك سيارة نظفتها طيب تركتها جمعة مش رح ترجع تتوسخ؟ صح. مزبوط. كل شيء منطقي بالحياة، إذا ما عملت فولو أب ما عملت مينتننس لحيالله شيء بتعمله بحياتك إن كان رياضة ثقافة علم شغل بده يوقف. المشكلة الملل هذا اللي استوي بدربنا دائما ندخل الجيم شهرين ونمل. ما هي هذه مهند، يعني أنت عارف الالتزام إنك تلتزم، هاي ما بدي أحكي صعبة ولكن كثير من الناس بيواجهوا صعوبة فيها. تروح على الجيم مرتين بالسنة، اول مره تجدد الاشتراك واخر مره مشان ثاني الشباب ما بدي كفي معكم بس تروح تشرب فنجان قهوه. لا تتصلوا فيني مره ثانيه ازعجتوني. بكفي اعلانات تاخذوا 4000 5000 درهم بس هيك عم ساعد انا. لكن اكيد اللياقه البدنيه ايهاب مفيده طبعا، مو شرط انه الانسان يكون مثلا ما عنده كرش، ممكن يكون عنده كرش بس خلص محرك جسمه مزبوط ولا لا؟ هلا هو انه يكون عنده كرش وعم بيتمرن افضل انه يكون عنده كرش وقاعد بالبيت. مزبوط، شيء احسن من لا شيء يعني. لا اكيد اللياقه البدنيه والتمرين مهم للانسان من اول ما يخلق لحياة العمر، فما في عمر لللياقه البدنيه، في يتمرن في حسن التمرين تبعه، في حسن حياته اليوميه، بخفف ضغط على حاله، بيكون صحته اكثر، عنده بده يعمل اكتيفيتيز، بده يظهر، بيكون مبسوط، غير كليا عن الانسان اللي ما بيتمرن وما بيعمل رياضه. طيب بما انه انا البنت الوحيده معكم اليوم بدي اسالك سؤال بخص البنات. قد ايه مهم الرياضه للبنات وخصوصا للنساء الحوامل؟ بتلاقي مثلا في كثير من النساء الحوامل ممكن يكسلوا يعملوا رياضه او يخافوا على حالهم من الرياضه، قد ايه مهم ممارسه الرياضه بهي الفتره؟ للنساء الحوامل اكيد مهمه انه تتمرن، بس في إلى مرحلة معينة هو الحكيم بيقول لها أي متى، لأنه بأول حملة ما بيسوى لأنه بيكون بعد منه ثابت، فبس تتخطى هيدي المرحلة ضروري إنها تتمرن لصحة البيبي ولصحتها هي، بتحافظ أول شيء على لياقتها ورشاقتها
والبيبي اكيد بيكون عم يتمرن معه وبتذكر بتسهل ولا لا لحظه بيلعب جمباز لحظه لا ما بيتمرن بيلعب جمباز فالافلام المصريه بتلاقي ماشي هيك وعمهلك شوي ولا وما بتصير وعمهلك مشان البيبي بينما هو لا مش هيك لا لا اكيد مش هيك هلا في عالم بتكون هيك عم بتزيده ومحبوسه بهذا الموضوع بس لا اتس فاين فيها تتمرن فيها تمارس الاكتيفيتيز اكيد باوزان معينه وطريقه معينه مش انه تنزل تتمرن مع هيفي ويتس لا تلاقي البيبي تحت يعني على طول من اول شهر اقل الايمان شو اقدر اسوي اذا مثلا انا عندي شغل ما اقدر خاص ما عندي وقت اني ادخل الجيم ولا اسوي رياضه هل اتجه للكارديو تحس انه مهم اني اسوي داخل البيت او ان اشتغل الرياضه او الدور هلا اكيد الكارديو مهم اندور او دور حسب الوذر هلا نحن هلا هون بالامارات عم نضلنا نجرب نلاقي طريقه انه نعمل كلاسز برا عم نعمل فري بوت كامب للعالم كله اللي بحب يجي يشاركنا عم تكون تقريبا كل نهار سبت فحسب الوذر حسب الوذر يعني يا فيك تعملها اندور يا اوتدور بس اكيد مهمه هلا بالتطور الجديد بالرياضه صار في عندنا شيء اسمه الاي ام اس اللي هي الكترونيك ماسل ستيميليشن عم تكون سيشن تبعها فور 20 مينت كهرباء سو هيدي كمان there is no more excuses انك ما تتمرن يعني عم بي تطور اللي عم بيصير عم بيضل يلاقي لك طريقه انه انت تتمرن وعم بيروح العالم كله نحو الهيلثي واللايف ستايل والورك اوت بولت اسرع لاعب اسرع عداء بالعالم كان مزبوط صح ريتشي عنه انه كان يستعمل 100% بيعمل الاي ام اس الاي ام اس هلا ذا نيوست تكنولوجي 20 مينت فول بودي ورك اوت عم تكون هيدي للعالم اللي 90% ما عندهم وقت واللي عندهم انجريز لانه في كثير عالم بتروح على الجيم ما بيكون معهم بيرسونال ترينر بيتمرنوا لفتره معينه ما بيلاقوا نتيجه بيزهقوا بيملوا بيفلوا فلا هيدا الموضوع او بصير عندهم انجري بيقعدوا بالبيت كمان بصيروا يكرهوا الجيم صح طيب بما انه هلا فوائد الرياضه ما بنختلف ابدا انه كثير 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 لدرجه لا تعد ولا تحصى فاعطينا هيك يعني اختصار سريع عن اهم فوائد الرياضه على الجسم وخصوصا اذا كانوا الاشخاص يمكن متقدمين شوي بالعمر هلا هو الانسان اللي بيكون عم بيمارس رياضه من عمر بكير بس يوصل لعمر متاخر بيكون مرتاح اول شيء من ناحيه دقات القلب اللي هو اهم هيدا اكثر شيء بيخوف الانسان اللي هو قلبه فدايما الانسان اللي بيعمل رياضه بيكون دقات قلبه وعضلات قلبه بيكونوا بطريقه مرتاحين وبتساعده كثير انه يكفي النشاطات اللي هو بيحب يعملها بحياته اليوميه فمن القصص الحلوه بالرياضه انه بتخليك تكوني اكثر مبسوطه اكثر مرتاحه متصالحه مع حالك متصالحه مع العالم وبتخليك تخفف الضغط عن حالك وبالمجتمع مطرح ما بتكوني زين خبرنا عن اهميه السبلمنت احنا مرات ندخل الجيم يجيني المدرب يقول لي انت لازم تاخذ هالبروتين تاخذ هذا النوع من الدواء وتاخذ يكون مليون نوع من الدواء فاشوف هالدواء خاف اقول هل راح ياثر على علي صراحه موضوع السبلمنت صار هلا بزنس بطل نصايح انا بالنسبه لي كمدرب رياضي اول شغله بقول له اياها للكلاينت تبعي بعد عن السبلمنت اتليست اول فتره اذا حسيت انه انت بحاجه انك تاخذ شيء اكيد واي نوت بس بطريقه مثقفه يعني بس تكون فهمان انت شو عم تعمل وشو عم تنصح هالكلاينت غير موضوع انه تبيعه انت حطيت ايدك مثل ما بيقولوا على الجرح احيانا بنروح على وين حطيت على الجلد على الجرح اوكي على الجرح احيانا بنلاحظ ايهاب ومهند لما نروح نحن كشباب اوكي يمكن البنات بيروحوا عند مثلا مدربات متخصصات بس نحن الشباب عندنا هوس انه بنغير مثلا والله رحت على الجيم هذا على الجيم هذا على الجيم هذا بس احيانا بنلاحظ انه المدرب ما عنده الخبره الكافيه ليعطينا طريقة التدريبات السليمة والصحيحة أحياناً تمرين خاطئ ممكن يؤدي بضرر في جسمنا في تو سيستم في سويدي وفي أمريكي وفي دك على لونج تيرن وفي زلمة هاي كلها قصص العالم تسمعها متداولة وبيحكوا فيها بخصوص النون بروفيشنال ترينرز هيدي شيء كتير خطر عم نواجهه نحن لأنه صار إذا بدك العالم 6 مليون صار في 7 مليون بيرسونال ترينر يعني هلا بطل شو بتشتغل بيرسونال ترينر فلا منا هيك القصة أبدا بيرسونال ترينر عنده مسؤولية يعني نحن بس نتعرف على الكلاينت بنمضي إنه نحن بنتحمل مسؤولية هذا الكلاينت إنه نحن عم نمرنه لا سمح الله إذا بيصير له شيء في كتير كيسز صارت
انجريز قعدت شخص 6 اشهر و3 اشهر بالبيت تمزق ايه في كثير مثلا عالم نون بروفيشنال ببلشوا بالتمرين ما بيسالوا عندك ضغط عندك دقه قلب طب ما هيدا الكلاينت مسؤوليتك فالبروفيشنال هي شغله كثير اساسيه تعرف مع مين عم بمرنك وشو الباك جراوند تبعه قد ايه له بمرن قد ايه عنده اكسبيرينس صح فهذا الموضوع كثير مهم اما اختلاف انواع التمرين هي حسب كل شخص وكل جول يعني مثلا معقول يجيني اللي بدي انا اربح عضل بدك تخسر وزن الورك اوت تبعه اكيد بده ديفرنت ذان يورز فحسب كل شخص الجول تبعه نحن اكيد بننصحه بنقول له شو تعمل اذا هالشيء بيناسبك ولا لا صح. بالنهاية هي رياضة يعني حياة وطاقة وحرية كمان شكرا كثير لك كثير استمتعنا بالحديث شكرا معك. طولي شباب نطلع بريك سريع شو رأيكم انا راجع احكي انا وياه لحد يلا